زي ما عودناكم في سكرين شوت مع أمحة بنتناول قضايا كل قضية فيهم بتهم قطاع من المجتمع ده. أحيانا القضية اللي هنتكلم فيها النهاردة تهم قطاع كبير جدا في المجتمع المصري. ابتدينا نلاحظ ان احنا بقينا عصبيين قوي. عصبيين؟ عصبيين. بنوصل في عصبيتنا لحاجة اسمها التعصب. متعصبين؟ كتير مننا بقوا متعصبين. ايه حكاية التعصب دي؟ عشان تكون متعصب لازم تبقى دخلت جوه دماغك حاجة اسمها دوجما. دوجما دي بتوصل بيك في النهاية للتعصب. زيها بالظبط زي فكرة التطرف والإرهاب. من مراحل الوصول ما بين الدوجما والتعصب انك توصل لمرحلة التطرف وبعديها بتكون متعصب. تخيل انك لما تكون متعصب بتكون زيك زي الإرهابي بالظبط. هنعرف ده في سكرين شوت مع أمحة. زي ما عودناكم في سكرين شوت مع أمحة بنجيب شوية تغريدات، بنجيب شوية منشورات نقراها مع بعض ونعلق عليها. القسم الأول من المنشورات اللي احنا هنتكلم عليها والتغريدات اللي هنعرضها بتتعلق بفكرة التعصب بأشكاله المختلفة، بس هيهمنا فيها تعصب من نوع جديد جدا دخل المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، وعلشان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عمل أكتر من لقاء وأكتر من اجتماع وأكتر من جلسة للمناقشة والعصف الذهني انتهى من خلاله المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر إلى الوصول إلى مجموعة من التوصيات لتنظيم إن التعصب ما يزيدش في المجتمع من خلال البرامج الرياضية. خلونا نروح ونشوف هل الحالة المصرية دي موجودة في حتة تانية ولا لا؟ هنشوف ده في التغريدات. أول تغريدة من الكويت وبتقول انهيار عصبي بسبب تلوث الأخلاق الرياضية وزيادة ثاني أكسيد الفساد وارتفاع درجة النفاق التعصب الرياضي. نحن نعاني من الاحتباس الحضاري الأخلاقي لأصحاب القرار في منظومة الرياضة للجميع والاحتراف للأفضل والمستحق. الكويت جميلة وتستحق الأفضل. بنروح لتغريدة تانية بتتكلم عن كرة القدم، الأندية، الرياضة. إلى متى هذا التعصب والتعنصر في الرياضة؟ وإلى متى هذه الثقافة التافهة؟ وإلى متى بعض العقول ستظل صغيرة؟ كنت أتمنى بأن كل ذلك الحماس والتعصب يكون في نبذ الفساد والظواهر السلبية والتلوث البصري داخل مجتمعاتنا. كبروا عقولكم يا بشر. بنروح لحاجة تالتة وبتقول لا يوجد شيء يدمر معنى التعايش ويشوه جمال الحياة مثل لوثة التعصب تتسلل بشكل مخادع إلى العقول لتسيطر حتى على من نعتبرهم قدوات وتجعلهم يرتكبون أبشع أنواع الانحطاط الأخلاقي. استمتع بقلبك وعقلك لأيقونة النقاء وهو يشرح المشكلة. طبعا هو بيتكلموا على صاحب المنشور أنه هو اللي هيشرح المشكلة وإزاي نتعامل معها. رح أشرح كيف وأين ولماذا ينتشر التعصب. تويتر رابعة بتقول كيف أنت محامي وخبير قروي ولا تتقصى الحقائق؟ هل القاضي يسمع وجهة نظر طرف واحد قبل الحكم؟ أخبرنا يا سعادة المحامي. هل هذا الطرح يسبب التأجيج ونشر التعصب القروي؟ كمحامي ما سمعنا حسك تدافع عن أبهى المنحور تحكيميا. أين البكائيات؟ راحت الرجاجيل؟ هل هم مسيرون؟ دمتم بود. واضح أن الكلام على السعودية. بنروح لحاجة تانية بتقول أهم أسباب التعصب الرياضي وانتشار الألفاظ السوقية هم نوعية الإعلاميين الجهلة المتشرين في البرامج الرياضية، فما نسمعه لا يمكن أن يصدق ولا يستوعبه عقل. أليس في وزارة الإعلام رجل رشيد يضع النقاط فوق الحروف ويمنع هذا الانفلات الأخلاقي؟ طبعا تغريدة قادمة من الخليج العربي. اشتباكات بالأيدي بين أبناء وطن ودين واحد، هذه هي نتيجة الصمت على برنامج أم عليوي الذي يؤجج التعصب. النصر، الأهلي، الاتحاد، وعد تفرح. تغريدة من السعودية. ما قيمة طقوسكم وشعائركم الدينية التي تمارسونها كل يوم وكل عام ولا نرى أثرها على محاربة التعصب والكراهية والطائفية والفساد الأخلاقي؟ لماذا كلكم ازددتم تدينا ازددتم تعصبا؟ أين هو جوهر الدين الذي لطالما تنادون به تسامح وحب ومودة؟ من مصر حد بيقول العورة الحقيقية ليست في جسد مكشوف وإنما في الجهل والكراهية والتعصب وانعدام الوعي والانفلات الأخلاقي وغياب القدوة الحسنة. من مصر برضو حد بيقول مع أننا زملكاوي لكن الروح الرياضية تقتضي ذلك وعلى إدارة اتحاد الكرة المصري ضرورة مراجعة أخلاق بعض الإداريين هذه التصرفات الصبيانية ممن تتسبب في التعصب الكروي.
اني مستغربه ليه ما هي دي التربيه اللي تربوا عليها، لا اخلاق لا ادب لا عقل لا فكر لا رياضه، هو امثاله تربوا على التعصب والانحطاط الاخلاقي، وفي النهايه ان كنت لا تستحي فافعل ما شئت وهم بلا حياه. دي تغريده من الخليج. طيب خلينا نكتفي بهذا القدر من التويتات ونبتدي نتكلم عليها. اذا كنا بنتكلم على التعصب الرياضي باعتباره احدث الانواع التي تم زرعها في الجسد العربي من مغربه الى مشرقه علشان تفتيت الوحدة واللحمة الوطنية بين ابناء شعب واحد، فهو في منتهى الخطورة. ليه؟ لان احنا عندنا الرياضة تتمتع بجماهيرية كبيرة جدا وشعبية بلا حدود. طب ليه التعصب الرياضي؟ التعصب الرياضي باعتباره احدث الاوجه اللي يمكن من خلالها اختراق المجتمعات. هم حاولوا يخترقوا مجتمعاتنا قبل كده، حاولوا يخلقوا في مجتمعاتنا من زمان جدا، وكنا دايما بندرس حكاية فرق تسد، فاكرينها؟ اه فاكرينها. طيب هو لما ابتدى يفكر يفرق في المجتمعات العربية يدخل لها ازاي؟ المجتمعات العربية طبيعة سكانها شكلها عامل ازاي؟ طبيعة شاب. كل دول العربية هي مجتمعات شاب، هي دول ينبغي ان تستثمر في شبابها. طب استثمر شبابها ولا اخرب شبابها؟ اخرب شبابها. شوية يدخلهم بمخدرات، شوية يدخلهم بمواقع إباحية، شوية يدخلهم بالدين، شوية يدخلهم بالأخطر من كل ده، الرياضة. استغلوا حب بعض الشباب لأندية جماهيرية كبيرة على مرمى الوطن العربي بالكامل، وابتدوا يشتغلوا عليهم. الشباب دول ابتدوا يعملوا روابط للتشجيع. لما ابتدوا يعملوا روابط للتشجيع ابتدت تظهر الكارثة في الممارسات الدموية اللي كان الشباب ده بيبارسهم، سواء من خلال لقاءات الفرق الرياضية اللي بتتقابل مع بعض، وده أدى إلى كوارث عديدة واشتباكات عديدة زي ما شفنا على مرمى الوطن العربي كله. عانينا من الكلام ده، عانينا من الكلام ده. هل المعاناة كانت معاناة خارجية بس؟ ما كانتش معاناة خارجية بس، تلاقيها في قلب البيوت. حتى على سبيل المثال أب زملكاوي الابن أهلاوي، إيه اللي بيحصل بينهم وبين بعض؟ بتلاقي في مرضية بينهم وبين بعض دايما، ودايما طرف بيبتدي طرح التعصب فالطرف الثاني يتعصب في الرد عليه. بيستغلوا النقطة دي كويس قوي وبيزكوها، والهدف في النهاية ان المجتمعات دي تتكسر. طب هو فشل في باقي الانواع؟ ما فشلش في باقي الانواع. ليه؟ لانك انت حضرتك بتشوف التعصب الطبقي بيحاول يحرض الطبقات على بعض، بيحاول يخلي الطبقة الاكثر عوزا، الطبقة المتوسطة، تحقد وتزيد من اضغانها على الطبقة الاكثر ثراء في المجتمع. خلونا نقف عند 2011، لحظة تفجير المنطقة العربية. تعال نرجع بالذاكرة ونعمل فوكس على الدولة المصرية، نركز على الدولة المصرية في التوقيت ده. محاولة تفجيرها كانت جاية من أكتر من حتة. حاولوا يفجرونا على أساس ديني طائفي، حاولوا يفجرونا على أساس رياضي، حاولوا يفجرونا على أساس طبقي، وللأسف إن الشعب المصري أفسد كل مخططاته. ليه؟ تاني هنقول إن هذا الشعب يتمتع بالحصافة الكافية، يتمتع بالانتماء الأصيل لمجموعة من القيم اللي بتخلي حتى لو قطاعات منه راحت في لحظة من اللحظات إلى ممارسة العنف المقيت نتيجة هذا التعصب، لكن هي في النهاية بتفضل مجتمعات حكيمة. ويمكن ده سمعته من أكتر من مواطن عربي احتضنتهم الدولة المصرية ويعيشوا على أرضها مكرمين في الفترة الأخيرة، وقالوا بالنص إحنا بنتعجب من الحكمة اللي عند المصريين، بيوصلوا لمرحلة يستطيعوا فيها ان هم يسيطروا على تعصبهم وانتماءاتهم المختلفة ويعلوا من مصلحة الوطن. وهو ده اللي افتقدته دول عربية كتير انهارت بفعل استشراء التعصب والتطرف بين افرادها تجاه دوجمات معينة تم خلقها وعلى اساسها تم تفجير هذه المجتمعات. زي ما شفنا الشباب ده تعصب ومارس العنف، ومن خلال ممارسته العنف كان بيمارس الكراهية. الشباب ده وصل لدرجة التطرف نتيجة تعصبه لأفكار مبدئية اتحطت في دماغه اسمها الدوجمة. الدوجمة دي هي اللي شكلت عقله، جعلته مغيب وجعلته تحت سيطرة هذه الأفكار، وشايف فيها نوع من أنواع إدارة العلاقة مع الدولة، إن هو متمرد وإن هو عنده حاجات تانية اهتمامات الدولة مش شايفاها، ودائم القطاع ده التشكيك في أي بيان رسمي يصدر عن الدولة. وده أمر في منتهى خطورة لهذا القطاع من الشباب اللي عليه أن يتريث وأن يعمل عقله وأن يفكر. لا توجد دولة في العالم تعادي شبابها،
ده بالعكس لما بتبص للدولة المصرية وتشوف ما تبنيه الدولة المصرية الآن، ده المستقبل الشباب المصري. الجيل ده من المصريين من سني وغيري مش هيعيش علشان يتمتع بما يتم إنجازه على الأرض المصرية. طبعا ربنا يخلينا نعدي هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، إنما خلونا نفكر إن اللي مصر بتعمله النهاردة في وسط كل التحديات اللي حواليها في العالم هو لمستقبل كل شاب مصري، كل شابة مصرية، كل طفل مصري وكل طفلة مصرية. فأرجوكم من هذا القطاع من الشباب تريثوا، فكروا، اعملوا عقولكم، لا تنساقوا خلف هذه الدعاوي التي شكلت الدجمة التي حكمت عقولكم. نروح نعرف ايه الدجمة وازاي بتسيطر على الانسان. لما هنبص على الدجمة هنلاقي حد عرفها تعريف بسيط جدا وبيقول فيه: الدجماتية حالة من الجمود الفكري يتعصب فيها الشخص لأفكاره الخاصة لدرجة رفضه للاطلاع على الأفكار المخالفة، وإن ظهرت له الدلائل التي تثبت له أن أفكاره خاطئة يحاربها بكل قوة ويصارع من أجل إثبات صحة أفكاره وأراءه، وتعتبر حالة من التعصب ومعاداة كل من يختلف عنها. الدجمة دي بتخليك في حالة بترفض فيها اللي قدامك، فما بالك لما تكون بترفض دولة. يعني إحنا ممكن نقعد مع بعض نتخانق على الفيسبوك فنبتدي نرفض أفكار بعض، شوية شوية نبتدي نتجاوز على بعض، شوية شوية نبتدي نتطاول على بعض. هل ده مسموح به؟ هل ده يليق بمجتمع مفترض انه مجتمع رشيد؟ الحقيقة ان احنا لازم نقف ونفهم ان الدجمة والافكار الاولية التي تم بناء عليها البنية الاساسية اللازمة لتأسيس التعصب والتطرف، ده بيؤدي الى هذه السلوكيات العنيفة في المجتمع. حضرتك في مبادئ أصلية بتتحط في دماغك بتشكل القناعات اللي احنا بنسميها الدجمة. الدجمة دي بتخليك ترفض كل ما يخالفك من آراء، ومن ثم انت بتتحرك علشان تكون متطرف ثم متعصب ثم ممارس للعنف، زيك بالظبط زي الإرهابي اللي بيشيل سلاح ويوجهه لقلوب وصدور غيره من المواطنين على أرض أي بلد من بلدان العالم. لما بنبص لده ونطبقه على حالة المجتمعات العربية كلها هنقدر نفهم ليه المنشورات والتغريدات اللي جت في أول هذه الحلقة عن فكرة الدجمة الأخطر بقى، وده هقراها لكم في رأس التويتة وهحكي لكم الحكاية. رينا بتقول: سبب التعصب الأعمى لفكرة، ده مقال يستحق أن تقرأه، واقعنا للأسف. المقال ده بيشرح حكاية سبب التعصب المقيت لفكرة. سألت عالما عن سر التعصب الأعمى فقال: سأضرب لك مثلا عن رجل يعيش في مكان بعيد عن الحضر، وأمام بيته بئر ماء والبئر الآخر يبعد عن بيته. أكمل لكم الحكاية. الحكاية إن الرجل ده كان في بئر قدام بيته وفي بئر تاني بعيد حوالي كيلو، والرجل ده كبير في السن، فأبوه قال له وهو صغير قناعة اترسخت جواه ان البير اللي قريب من البيت ده المية فيه مسممة، المية فيه مش نظيفة، وبالتالي من احسن لك يا ابني انك تروح وتشرب من البير البعيد. ففضل يكبر 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 في السن وهو عنده قناعة ان البير اللي قدام بيته ده مسمم، ويروح يجيب من البير اللي بعيد عنه بكيلو، لغاية ما في يوم من الايام جه مواطن اخر سكن في البيت اللي جنبه، ومرة واحدة لقى رايح ناحية البير فجري عليه حذره قال له: خلي بالك البير ده مسمم. قال له: أنا شك في الكلام ده، أنا مش شايف حد بيقرب ناحية البير ده، خلينا نجرب ونشوف إيه اللي هيحصل. النتيجة كانت إيه؟ النتيجة كانت إن الراجل نزل الدلو في البير، طلع المية، شرب من المية، ما جرالوش حاجة. الراجل اللي بقاله 60 سنة عنده المعتقد إن البير ده مسمم اتصدم، راح لأبوه قال له: أبويا أنت بقالك 60 سنة وانت بقى عندك 90 سنة دلوقتي بتقول لي ان البير ده مسمم، ازاي ده حصل وانا جاري شرب من البير وما جرالوش حاجة؟ فقال له: انا ما اعرفش، انا اللي انا سمعته نقلتهولك، ولما نقلتهولك نتيجة ان انا مصدر ثقة بالنسبة لك انت صدقتني. فبقى ده من الامور اللي ليها قناعات ثابتة. الراجل ده خرج من عند ابوه، كان ممكن يحصل حاجه من اتنين: انه يشغل عقله
ومن ثم يتخلى عن سلوكه الغريب جدا انه يمشي بعيد كيلو عشان يجيب المية، او انه يتعصب للدوغما والقناعات اللي اتحطت في دماغه. اتعصب للدوغما والقناعات اللي اتحطت في دماغه، عارفين عمل ايه؟ راح رايح جايب شاه ميتة ورماها في البير علشان يثبت لنفسه ولابوه ولجاره ان الماء مسمم وغير صالح للشرب. بنطلع من القصة دي بدرس مهم جدا، ان القناعات اللي بتتحط جواك لازم تجيلك في البداية من مصدر ثقة. يعني كل واحد فينا بتتولد جواه قناعات، في مصدر ثقة ليها، في حد ليه سلطة بيحط جوه دماغك القناعات دي. واللي ليه سلطة ده ممكن يكون رب الأسرة، ممكن يكون رئيس نادي، ممكن يكون أحد القادة الدينيين المتعصبين بالأصل، ومن ثم بتزداد هذه الأفكار وتنتشر. في ناس بتنشر هذه الأفكار ومن مصلحتها أن هي تنتشر، في ناس بتنشر هذه الأفكار ومن مصلحتها أن هي تنتشر. مين دول اللي بيستهدفوا الدول دايما بهذه النوع من الأفكار الغريبة المستوردة على مجتمعاتنا؟ كده بنبتدي نفهم إيه الحكاية، وبتبتدي تبان قدامنا القصة إن التعصب نفسه بيؤدي بالرجل إلى سلوك يمكن أن يضر فيه نفسه والآخرين، نتيجة إنه عايز يتيقن ويحقق الدوغما اللي اتحطت فيه من الأول أن هذا البئر مسمى. الحكاية دي بتقولك إن كل اللي بيمر قدامك من أفكار بيقولك شغل عقلك، بيقولك ارجع للأحداث، بيقولك دور على الحقيقة، بيقولك ما تاخدش أي حاجة مسلمة من حد، بيقولك كون رأيك الشخصي. وفي النهاية لو كلنا عملنا ده هنكون رأي جماعي صحيح، لأن هو ده الوعي، والوعي يأتي بالمعلومات الصحيحة، المعلومات الموثقة. وهتفضل معركتنا دايما إن الوعي هو الأساس. أيوة، الوعي هو الأساس. وعلشان الوعي هو الأساس بنلاقي إن في قطاع من المصريين حريصين على نشر الأفكار الإيجابية والسليمة في المجتمع، زي هذه الزميلة العزيزة اللي قالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كلمتين وبس: ليه كل ما أدخل ألاقي سيل من الشتايم والتسفيه والتجريح؟ أي حد مختلف معاي سيبه لعقله، أصلها مش مباراة، لا شتمتك ولا تريقتك وتهزيئك ليه أو ليها اللي هتغير له فكره، اتكلم وحاور لكن من غير شتيمة. صعب ده؟ اللي بيشتم ده بيعبر عن تربيته وسلوكه، فلا تناقشه ولا تعلق عنده، مش كده ولا ايه؟ الحقيقة ان ده ملخص للي ممكن يسوقنا ليه التعصب المقيت اللي بقى على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بنتمنى ان احنا نتخلى عنه في كل ابعاده وكل اشكاله وكل صوره، سواء ما يتعلق بالرياضة، سواء ما يتعلق بالفن، سواء ما يتعلق بالطبقات، وان احنا دايما نكون بنفكر في مصلحة الوطن وفي الأهداف الوطنية لهذا الوطن اللي بتقتضي مننا جميعا أن احنا نعلو ونسمو عن هذه المصالح الضيقة لمعتقدات بيثبت للعاقل فيها بعد فترة أنه كان مؤمن بمعتقدات بالية. عشان توصل لمرحلة أنك تصحح معتقداتك هيكون وعيك هو الأساس.